إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا إن رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واستغفروا الله.